السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي متابعي قناتي على اليوتيوب. برنامج كلام سليم هو برنامج كنت أفكر فيه حقيقة من فترة طويلة، فإن شجعتموني على الاستمرار في هذا البرنامج سأستمر، وإن لا فلا. فكرة البرنامج هي أني سأتحدث عن حكمة في الحياة مرت على الواحد في مسيرة حياته وأشارككم فيها. طبعا غردت بأكثر مضامين هذه الحلقات في حسابي على تويتر، لكن تويتر يقتضي الاختصار، قد تقدم المعلومة في أقصر جمل يمكن أن تعبر عنها، لكن هنا أحببت أني أتوسع فيها وأتكلم فيها بشكل أكثر إسهابا. وهذه هي الحلقة الأولى من برنامج كلام سليم. لا يعني اسم البرنامج كلام سليم هو أنني أقصد أنه كلاما سليما، وإن كان يعني ربما أو هو كلام سليم من وجهة نظري، لكن قد يختلف معي بعض المشاهدين في دقة أن يكون هذا الكلام سليما، لكن أنا أتحدث عن كلامي أنا أو الذي يمثلني أنا، فهو كلام سليم. حياكم الله. أول الحلقات سأتحدث فيها عن مفهوم التفاؤل والتشاؤم، وتحدثت أو طرحت تغريدة في تويتر، كتبت تغريدة في تويتر قبل فترة. التفاؤل والتشاؤم، التفاؤل نافع بذاته وإن لم يحصل ما تفاءلت به، والعكس أن التشاؤم ضار حتى وإن لم يحصل ما تشاؤم به الإنسان، فضرره مستعجل أو ضرره عاجل على صاحبه. لنفرض أن شخصا ما كان يتوقع حدوث أمر ما في المستقبل. الناس في توقع هذه الأمور المستقبلية بين رجلين، رجل متفائل فهو يتوقع أن يحصل هذا الأمر الذي يتوقعه على أفضل حال، وشخص آخر يتوقع أن يتم هذا الأمر أو يحصل هذا الأمر على أسوأ ما يمكن توقعه. لنفترض أننا الآن يعني نتحدث عن المتفائل. المتفائل سيعيش فرحة ولذة ما تفاءل به قبل أن يحصل، وبالتالي يعيش فترة ربما تطول في سعادة وفي راحة بال وفي هناء. فإن لم يحصل ما توقع فهو قد استعجل لذة عاش بها فترة. أما المتشائم فهو يعيش القلق والألم والترقب حتى يتم هذا الأمر، سواء على وضعه على أفضل المحامل أو على أفضل الصفات أو على الحالة السيئة، وبالتالي فقد عاش طول تلك الفترة في ألم استعجل حصوله قبل أن يحصل حتى إذا كان هذا الأمر حصل. خلاصة هذا القول أن الإنسان يجب أن يعود نفسه على التفاؤل، وهو أمر محمود وأمر مطلوب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل. الحزن يعني هو مطلب للشيطان، يريد أن يحزن الذين آمنوا. فالإنسان يجب أن يكون حسن الظن بربه، متفائلا بمستقبله، يعيش التفاؤل في كل أيامه، وبالتالي يستعجل اللذة ويستعجل الفرح ويستعجل السعادة حتى وإن تأخرت، فهو يرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى له، واستعجل لذته حتى قبل أن يحصل عليه. أتمنى أن أكون ضيفا خفيفا على قلوبكم، أن تنال هذه الحلقة على رضاكم. وإذا أعجبتكم الحلقة وأردتم مني الاستمرار في تقديم مثلها، إذا تشتركون، إن لم تشتركوا في القناة تضعوا إعجاب على هذه الحلقة، وأنتظر تعليقاتكم على ما ذكرت وما تحدثت به. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.